باشمهندس خالد، القدرة الاستيعابية لمدينة المنيا الجديدة قد إيه؟ ويمكن اللي تم الانتهاء منه من مشاريع فيها مخلي القدرة الحالية الاستيعابية قد إيه ليها؟ وإحنا بنتكلم على فرص الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، دي أكيد نقطة مهمة جدا بالنسبة له. يا فندم، إحنا دلوقتي حاليا عندنا حوالي 30 ألف نسمة موجودين تمام في الفترة دي. الحمد لله يمكن محققين ليهم أغلب الخدمات. طبعا إحنا سقف طموحنا أعلى من كده بكتير، عايزين الخدمات تبقى اكتر واكتر واكتر. تمام. طبعا الخدمات بتيجي والتفاعل بيجي مع الكثافات السكانيه. أكيد. لكن في الفتره الحاليه احنا الحمد لله موفقين، في عندنا مولات كتير، في عندنا خدمات كتير، في عندنا مواصلات، في عندنا جميع يعني الى حد ما سبل الحياه اللي هي تبقى المواطن اللي عايش في المنيا الجديد. وهل في مشاريع لسه يعني المفروض هيتم العمل عليها في 2022 السنه دي، لم يعني مشاريع جديده لم يتم الاعلان عنها سابقا او لم تنتهي وهيتم استكمالها في 2022؟ يا فندم، حضرتك سالت فعلا سؤال مهم جدا. احنا من اول ما جينا من اول الاسبوع افتتاحات الصعيد يمكن وشوفنا بافتتاح مشروعين، فورا بدانا مع الزملاء طوينا الصفحه دي، وبنبدا دلوقتي ان احنا نقدر فعلا في المسابقه القادمه او في الافتتاحات القادمه يكون لنا نصيب اكبر من 2 مشروعين. ممكن بنستهدف في الفتره الجايه ان شاء الله مشاريع الصرف والميه. الحمد لله انهينا توسيعه محطه المياه اللي عندنا، بقت كلها بقت بطاقه 95,000 متر مكعب، دي تستوعب الكثافات اللي احنا محتاجين اللي هي ان شاء الله هتكون موجوده في المستقبل. طيب باشمهندس، حضرتك في بداية كلامك اتكلمت عن من بين أبعاد كتيرة لهذه المدينة البعد السياحي، وفي الحقيقة مدينة المنيا فيها مزارات وفيها آثار يمكن ما كانتش واخدة نصيبها من الدعاية زي مدن أخرى مصرية. إيه محاور العمل على خطة الجذب السياحي لمدينة المنيا في الفترة الجاية؟ لا، هو حياتك يمكن انا مدينه المنيا دي تبع محافظه المنيا، انا بتكلم حياتك على مدينه المنيا الجديده اللي هي احنا بنتكلم على استثمار سياحي، اللي هي على اللي عايز يعمل عندنا مال حمائيه حاجات سياحيه موجوده، نوادي سياحيه، الكلام ده كله هو ده قصدي من الاستثمار السياحي. لكن كسياحه، السياحه دي موجوده حياتك في المنيا في المحافظه نفسها، ما عندناش مزارات سياحيه في المينا الجديد. طيب بالنسبه مدينه سكنيه، بالنسبه للارقام اللي حضرتك ذكرتها، يعني برضو احنا مهتمين ان احنا نعرف من حضرتك التكلفه الاجماليه حتى الان لكل هذه المشروعات بالنسبه لمدينه المينا الجديده. اعتقد ان المصريين بصفه عامه يحبوا يعرفوا هذا الموضوع، بالاضافه كمان للمستثمرين المهتمين. فندم، حضرتك يمكن كنت سالتني سؤال وقلت لي المشاريع اللي هي مستهدفه او اللي احنا كنا في الفتره الجايه اللي احنا حابين ان هي يعني تظهر. حضرتك يمكن قلت محطه المياه، الحمد لله انتهينا من التوسعه بتاعتها. تمام. ودي بتامن احتياجات المدينه في الفتره المستقبله من المياه. في برضه مشروع مهم جدا محطه المعالجه، معالجه المياه، ودي يمكن حضرتك شايف ان الدوله بتهتم جدا بمعالجه مياه الصرف الصحي. حقيقي كل قطر مياه دايما، يعني الكلمه دي دايما فعلا يا فندم، لان يعني حضرتك عارف كلنا يعني شاهدين التحديات المائيه طبعا، موضوع المياه حقيقي. فطبعا كانت تكبات لينا ان احنا ننتهي بسرعه من محطه المعالجه، الحمد لله نهينا المرحله، يعني في انهينا المعالجه الثنائيه للمرحله الاولى بطاقه 20,000 متر مكعب، 7500 متر مكعب معالجه ثنائيه، 12,500 متر مكعب معالجه ثلاثيه. ان شاء الله في خلال شهرين او 3 شهور نكون انهيناها، وهنستخدم الميه المعالجه الثلاثيه دي هنستخدمها في ري المسطحات الزراعه في المدينه ان شاء الله. ليه؟ لان احنا بنستهدف في المستقبل حوالي اكثر من 8 او 10 مشاريع زراعه في المدينه، عشان نستخدم الميه المعالجه الثلاثيه دي نستخدمها فيها ونستغنى عن اي ميه اخرى. يعني برضه دي في ظل سياسه ترشيد الدوله باستهلاك المياه. فالمشروع ده حياتك بحوالي 265 مليون جنيه في خلال 3 شهور ان شاء الله نكون ناهيينه بالكامل، وبنستعد بيه ان شاء الله في الافتتاحات المستقبليه ان احنا نكون ان هو يكون مشروع داخل معانا في الافتتاحات المستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله. ومحطه المياه يمكن التوسعه حياتك يعني حابب ان انا اذكر ارقام محطه التوسعه دي بعد اذنك. محطه التوسعه، لا يا فندم، محطة التوسعة دي يمكن بتكلفة 70 مليون جنيه. ده حياتك شايف الدولة ما بتبخلش فيها على الصعيد.
حقيقي. احنا ليه بنهتم نسال او نعرف من حضرتك على هذه الارقام ومثيلاتها طبعا في المدن المختلفه؟ علشان اولا هو حق لكل المصريين ان هم يعرفوا هذه الارقام، ثانيا يعرفوا حجم المجهود وحجم الاستثمارات اللي بيتم ضخه في المدن المختلفه وفي المشاريع المختلفه القوميه والمشاريع الكبيره وغيرها، علشان كلنا بنأمل ان هو المستقبل افضل بكتير من الوضع الحالي. وبالفعل يعني وضعنا حاليا مختلف عن ما سبق بسبب هذه الامور، وبالتالي بنبقى محتاجين نعرف ونعرف الناس كلها على كل اللي بيحصل من جهود في كل المحافظات. فعلا يا فندم، وده عمل من حضرتك يعني فعلا، عشان نحسس ان مفيش مواطن على مستوى الدوله كله سواسيه في الخدمات، والدوله قصده المواطن في اي مكان في مصر، في الصعيد في القاهرة، وتوفر له بخدماته، بتوفر له استحقاقاته بمنتهى الحيادية.